السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عشاق السيارات. بصوا يا جماعه، زي ما احنا متعودين ان اي ملحوظه مهمه بتقابلني وانا شغال بحاول ان انا اعلمها لكم لوجه الله. انا المعلومه دي يمكن لما انا جيت اتعلم سيارات ما كانش حد بيعلمنا اصلا، ودي مشكله في الناس اللي شغاله في مجال السيارات، ما بيحبوش يعلموا حد اسرارهم. الا ان انا مش ببخل عليكم بالمعلومه، لان زكاه العلم تعليمه. النهارده المفروض ان انا بفحص سياره مستعمله، سياره للبيع. فاثناء فحص ليها لقيت تركاية مهمة جدا جدا جدا، حابب ان انا اعلمها لكم. فركزوا معايا قوي في النقطة دي. المفروض ان انا دلوقتي بفحص العربية، والمفروض ان انا بفحص الكنترولات بتاعتها من خلال الجهاز الجديد بتاعنا للفحص. خليكم معايا. بص يا صاحبي، هنقفل الفلاش. بصوا يا جماعة، دلوقتي المفروض ان احنا بندخل بالجهاز، فيبدأ ان هو يقول لنا بيانات العربية. المفروض ان الجهاز اوريجينال، نسخة مش متهكرة، المفروض انها بتجيب لنا البيانات السليمة بتاعت العربية. دي البيانات الموجودة على الكنترول الداخلي للسيارة، مكتوب الفيكل نيم ايه؟ جراند ايتن. خلاص، ركز هنا معايا، العربية كيا بيكانتو، قشطة. يبقى ده اول حاجة. طيب تاني حاجة قايل لك ان الفيكل يير، يعني الموديل بتاعها 2015. طيب العربية دي اصلا 2012 مش 2015. طيب بعد كده بيجيب لك السعه الاتريه للمحرك 1200 ام بي اي. خلاص، ركز بقى معايا. بص هنا كده على الفين بتاعها، اللي هو الرقم التعريفي بتاعها، الرقم التعريفي للسياره مكتوب ايه؟ ام اي ال اي. ركز بقى معايا، صح؟ طيب هتقول لي اللي انت بتقوله ده فايدته ايه يا عم عصام؟ هقول لك بركز معايا قوي، احفظ الرقم ده. الرقم ده يا جميل، لما تيجي تشتري عربيه بتفحص الرقم ده، تمام؟ ده رقم واحد. رقم اتنين بتروح مطابقه على الرقم ده. بنطبقه على الرقم التعريفي ده، شايفينه؟ اللي هو ده اللي على القايم بتاع العربيه. المفروض هنا هتلاقي ايه؟ كي ان اي بي اكس 215 اي، صح؟ لاحظ الرقم اهو، صح؟ طيب الرقم ده ملوش اي علاقه بالرقم ده، صح؟ ملهمش اي علاقه ببعض خالص. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان العربيه دي مغيره كنترول. الكنترول ده مش بتاع العربيه دي، الكنترول ده بتاع عربيه جراند ايتن موديل 2015، وهي العربيه كيا بيكانتو 2012. طيب ايه اللي هيخلي العربيه بقى تغير كنترول؟ بنبدا ان احنا نراجع على الخطوه الثانيه. ركز معايا قوي في النقطه دي. العربيه زي ما احنا شايفين اوتوماتيك، تمام؟ الفتس اللي هو الخريطه. تعالى بقى بص معايا هنا، بننزل نروح باصين هنا كده على البدلات. ركز قوي معايا، البدله هي بتاعه البنزين، البدله بتاعه الفرامل. لاحظ هنا بقى في الفتحه هنا بتاعه ايه؟ البدله بتاعه الدبرياج، وهي هنا وهم بيخلعوها كمان، يعني هم هنا بيغيروها، قطموا هنا، كان المسمارين يمكن ما حلوش معاه ولا حاجه، فراح جاي قاطم في الصاج. اهو هتلاقي الصاج هنا متقطع. ركز كده، شايفين الصاج متقطع ازاي؟ مكانها مكان اهو، صح؟ تمام؟ مش تمام. ده بقى معناه ايه يا جميل؟ معناه ان العربيه دي كانت مانوال واتقلبت اوتوماتيك، ولما جت القلبه بتاعتها جاء كنترول بتاع عربيه جراند ايتن 2015، وركبوا مكان بعض والدنيا مشت. بس ده مش بتاعها، العربيه دي مش اوتوماتيك على وضعه. العربيه دي كانت مانوال واتقلبت اوتوماتيك، يعني راكب لها قلبه، تمام؟ وطبعا ده يفرق في سعر العربيه كتير، انها مش على وضعها، العربيه متعدله، مشغوله، معمول فيها شغل، تمام؟ فدي نقطة من النقط المهمة جدا 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 اللي حبيت اعرفها لكم وانتم بتشتروا عربية. طبعا يعني هي تركية فنية قوي، ومش هعرفها لحد متخصص قوي، تمام؟ بس انا حبيت ان انا اعلمها لكم للناس اللي بتشتروا عربيات، ودي حاجة لوجه الله، دعواتكم بالخير. طيب فينا بقى نقطة مهمة كمان. انا المفروض ان انا عامل قائمة تشغيل على قناتنا على اليوتيوب اسمها كيف تشتري سيارة مستعملة بخبرة المحترفين. القائمه دي عليها تقريبا ما يقرب من 10 فيديوهات. لو انت اتفرجت عليهم هتعرف ان انت تشتري عربيه مستعمله، حتى لو مفيش عندك خبره، بخبره تاجر، ويمكن كمان خبره اكتر من خبره تجار كتير شغالين في المجال. حاولوا انتوا تتفرجوا على مجموعه الحلقات دي، وحاول لو الحلقه دي عجبتك ان انت تشيرها، واكيد حاول ان انت تشترك معانا في القناه علشان تشوف كل جديد. وما تنساش ان انت تدوس اعجاب على الفيديو ده عشان يبقى مرشح من اداره اليوتيوب والفيسبوك، ان هو ناس كتير انها تشوفه وتستفاد معلومه، لان الدال على الخير كفاعله. اشوفكم باذن الله على خير في تريكات جايه كتير وحلقات جايه اكتر. وايه، سلام عليكم.